دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمناً للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقاً، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتاً تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.